تبغى تكسب ملايين من الحسنات ولا يعلم بعددها إلا فاطر الأرض والسماوات بعمل يسير وسهل. قل معايا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم الفجر ووجد جويرة رضي الله عنها في مصلاها تذكر الله، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع في الضحى ووجد جويرة رضي الله عنها في مصلاها تذكر الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت في الحالة التي فارقتك فيها؟ قالت جويرة: نعم يا رسول الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنتيها بما قلتي لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ملايين من الحسنات تكسبها إذا قلت هذا الذكر اليسير السهل، وهو من الأذكار المضاعفة. قول هذا الذكر وتعلم غيرك واكسب أجره.